وللمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة أميرة صابر، عضوة مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذة أميرة، غدا انطلاق جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، في رأيك إلى أي مدى بشكل عام هذا الحوار ساهم في بلورة أفكار بناءة تساهم في إيجاد حلول لتحديات عدة يواجهها المواطنين؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كافة السادة المشاهدين. يعني الحقيقة طبعا الحوار في محاوره الثلاثة متفق على أنه حرك راكدا في الحياة السياسية المصرية، وأنه خلى أحزاب سياسية كتير من كل الصيف السياسي تشتغل في كافة أماناتها علشان تقدم أفكار مختلفة للقضايا المطروحة للحوار. والحقيقة أنا بدعو جميع السادة المشاهدين لقراءة التوصيات اللي طلعت من المرحلة الأولى للحوار والمنشورة وسائل الإعلام المختلفة على الصفحة الرسمية للحوار على منصات التواصل الاجتماعي، لأنه الحقيقة الكام صفحة اللي طلعت فيهم التوصيات في المحاور المختلفة أمر مهم جدا قراءته، بالذات وجهة نظري للمحور السياسي وما قدم فيه وقد إيه ده ممكن يغير شكل الممارسة السياسية في السنين القادمة. نعم، طيب كما تابعنا على مدار الجلسات السابقة، الحوار يطرح حلول نتيجة طبعا لأفكار من جميع الاتجاهات السياسية بالمجتمع، وهنا نتحدث عن استجابة الدولة على مدار الجلسات السابقة. في رأيك إلى أي مدى عكس يعني هذا الحوار مدى استماع الدولة للطروحات التي يقدمها المشاركون؟ هو من المهم جدا الحقيقه ان احنا تكون توقعاتنا منضبطه، بمعنى انه بعض الازمات المركبه زي الازمه الاقتصاديه على سبيل المثال، الحوار الوطني لن يقدم لها حلا سحريا. واغلب التدخلات في المحور الاقتصادي يمكن والاجتماعي تدخلات هتحصل في وقت، بمعنى انه الحوار الوطني خالص الى توصيات هي في مسارين اساسيين، يا اما مسار تنفيذي وده معناه أن الحكومة تاخد قرار معين، وأعتقد بالفعل الحكومة أخذت بعض القرارات، ولكن هناك الكثير جدا من القرارات الخاصة بالصناعة وغلاء الأسعار وضبط الأسواق والخطط الاستثمارية للدولة وكثير من القضايا الاقتصادية يمكن لسه فيها المزيد من القرارات الهامة التي يجب أن تتخذها الحكومة، خاصة وأن هناك لجنة خاصة بغلاء الأسعار والتضخم ستبدأ جلساتها في الغد. بالضبط كده. المسار الثاني الحقيقه هو المسار التشريعي، وبصفتي تشريعيه عضو برلمان فده مسار بياخد وقت، يعني مشاريع القوانين اللي طلعت بيها توصيات من الحوار الوطني اعتقد انه المشرعين واعضاء المجالس النيابيه بقى عندهم عبء تشريعي كبير جدا في السنوات القادمه انهم يواكبوا هذه التوصيات وياخدوها في مسار الانفاذ، لانه في تدخلات تشريعيه مهمه جدا منها قوانين كثيره، قانون الوقايه على المال، قوانين تخص مفاوضيه مكافحه التمييز، تداول المعلومات، العديد الحقيقه من القضايا اللي حلها هيكون المسار التشريعي. نعم، اشكرك جزيلا الاستاذه اميره صابر عضوه مجلس امناء الحوار الوطني.